بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بسلاوة أسماء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمير عام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يجر متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم: سعادة سيد رضا منفردي في مهمة رسمية، سعادة سيد حمد النعيمي للسفر، سعادة سيد سبيك الفضالة لظرف خاص، سعادة سيد طارق الصفار في مهمة رسمية، وسعادة سيد عادل عسومي في مهمة رسمية. شكرا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على المضبطة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذا تعتبر المضبطة مصادق عليها. أخواني وأخواتي، لدينا اليوم بيان لمجلسكم الكريم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 فورمولا 1 للعام الحالي. بمناسبة النجاح المتميز الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم السباق التاريخي للذكرى 20 لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2024، يرفع مجلس الشورى خالص التهاني وبالغ التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يأتي امتداداً لمسيرة الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في استضافة البطولات والأحداث العالمية. ويؤكد مجلس الشورى إن المستوى المتميز والاحترافي في تنظيم واستباقات سباقات الفورمولا على مدى 20 عاماً يعكس ما يحظى به القطاع الرياضي في مملكة البحرين من اهتمام ودعم متواصل عبر توفير البنى التحتية المتطورة وتسخير مختلف الإمكانيات اللوجستية والبشرية والأمنية، والسعي للريادة في استقطاب أكبر الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية، بما أسهم في تمتع المملكة بسمعة عالمية طيبة يفخر بها الجميع في مجال رياضة سباق السيارات. وإذ ينوه مجلس الشورى بالمتابعة الحثيثة والمباشرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي، فإنه يشيد بالجهود المبذولة من الكوادر الوطنية في التنظيم والتنسيق لإبراز هذا الحدث الرياضي العالمي في إطار من الشراكة الفعالة بين مختلف الوزارات والمؤسسات التي أسهمت في إقامة السباق والفعاليات المصاحبة بانسيابية وتنظيم متقن. ويؤكد مجلس الشورى المكانة الاستراتيجية التي أصبحت تحتلها مملكة البحرين عالميا على صعيد رياضة السيارات، والثقة الكبير في قدرة المملكة على تنظيم هذا السباق العالمي وغيره من السباقات والبطولات، مشيدا المجلس بإسهامات سباقات الفورمولا 1 في استقطاب المزيد من المكاسب الاقتصادية والسياحية والرياضية لمملكة البحرين. وكل عام وأنتم بخير. قبل أن نبدأ جدول أعمالنا، يطيب لي باسمي واسمكم جميعا أن أرحب ببناتنا الطالبات من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات ومعلماتهن الفاضلات، مقدرين حرصهن على زيارة مجلس الشورى من أجل التعرف على دور المجلس في سن التشريعات الوطنية،
ونؤكد بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم بهدف إثراء الوعي لدى الطالبات وإطلاعهن على مسارات التطور والتقدم التي تشهدها السلطة التشريعية، متمنين لهن كل التوفيق والنجاح. فأهلا وسهلا بكنا في مجلس الشورى. الرسائل الواردة للأخت الأمين العام، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين المرافق للمرسوم رقم 112 لسنة 2023 لإخطار المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور جهاد عبد الله الفاضل، الدكتور محمد علي حسن، ودلال جاسم الزايد لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين المرافق للمرسوم رقم 112 لسنة 2023. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أطلب مجلسكم الموقر تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة لهذا اليوم. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الماثل مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين والمحررة في مدينة المنامة بتاريخ 19 نوفمبر 2023. وبعد تبادل وتداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، انتهت اللجنة إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة من مادتين، نصت الأولى منها بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين المحررة في مدينة المنامة بتاريخ 19 نوفمبر 2023، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية فضلا عن الديباجة من 11 مادة، نصت الأولى منها على تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، وبينت المادة الثانية الهدف من الاتفاقية والمتمثل في بيان الامتيازات والحصانات التي سيتمتع بها المكتب في مملكة البحرين. ونصت المادة الثالثة على تمتع المكتب بالأهلية القانونية وأهلية التعاقد والتصرف في المملكة في الملكية العقارية والمنقولة، كما بينت أن المكتب تابع للأمانة العامة وتحت سلطتها ورقابتها وفقا للأنظمة والقرارات السارية لديها. ونصت المادة الرابعة على التزام مملكة البحرين بمنح مقر للمكتب في البسيتين في محافظة المحرق تتوفر فيه كافة الخدمات المتطلبة لأداء مهامه، مع الالتزام بتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمكتب كالخدمات البريدية والهاتفية والكهرباء والماء، فيما نصت المادة الخامسة على عدم جواز فرض رقابة على الاتصالات الرسمية للمكتب وحق المكتب كذلك في استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته واستعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين. كما حددت المادة السادسة الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها مقر المكتب ومنتسبو الأمانة العامة العاملون في المكتب وأسرهم ومثلوا الدول الأعضاء. ونظمت المادة السابعة مسألة إعفاء المكتب وأمواله المنقولة والثابتة
ودخله وممتلكاته الأخرى من جميع الضرائب المباشرة وموانع وقيود التصدير والاستيراد للمواد التي يصدرها أو يستوردها المكتب لاستعماله الرسمي. كما بيّنت المادة حق المكتب في حيازة النقود من مختلف العملات للقيام بمهامه، بالإضافة إلى جواز إدخال الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى مملكة البحرين وتحويلها إلى خارجها. ونصت المادة الثامنة على أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أي إخلال بحق مملكة البحرين في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على أقليمها في الظروف الطارئة أو الاستثنائية التي تقدرها المملكة. وأجازت المادة التاسعة تعديل الاتفاقية، وذلك بموجب موافقة الطرفين كتابة مع دخول التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المبينة في المادة 11 المتعلقة بنفاذ الاتفاقية المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1993 بالتصديق على اتفاقية مقر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، المرسوم رقم 8 لسنة 1983 بالموافقة على اتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. وختاما وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ونظرا لأهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. شكرا. شكرا معالي الرئيس. الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة، تفضل. بس أنا ودي أشكر الأخوة والأخوات في اللجنة التشريعية على تجاوبهم معنا في ما يخص هذه الاتفاقية. مثل ما استمعنا إلى الأخ المقرر أهمية مثل هذه الاتفاقيات، هذه الاتفاقية تعكس الروح البحرينية في استضافة كل ما من شأنه دعم هذه المنظومة، منظومة مجلس التعاون. الحقيقة احنا حريصين كل الحرص على نجاحها في كل ما تقوم به خدمة لأبناء هذه المنطقة. الشكر موصول طبعا للأخوة في وزارة المواصلات على اهتمامهم، ونتمنى الاستمرار في دعم هذا المكتب اللي الحقيقة صار فترة طويلة في البحرين، ومن خلال هذه الاتفاقية إن شاء الله راح تسهل كل أعماله، فلهم جزيل الشكر على ما يقومون فيه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأخ عبد الله النعيم، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أحب أولا أن أشكر وزارة الداخلية على المحاضرة اللي استمعنا لها هذا الأسبوع عن مبادرة السجون المفتوحة، فهي محاضرة قيمة، ونتمنى منهم أن يعمموها على جميع الدوائر وجميع المظاهر الاجتماعية الموجودة، لأن فيها فائدة وفيها درءا للفتن وما يقال عن البحرين وما يحاك من قبل الجمعيات المأجورة. فأؤكد على أن الإعلام يجب أن يتناولها وأن يعممها على مختلف القطاعات، ولا شك أن هذه التوجه السليم والقيم للمجتمع وأصلاح المجتمع هو إحدى مبادرات صاحب الجلالة الملك المعظم، وهو معروف بمبادراته العظيمة وإنجازاته الرائعة وتوجهه الاستراتيجي لما فيه خير مملكة البحرين وخير المواطنين. وفقه الله العلي القدير وسدد على طريق الخير خطاه وجزاه الخير والثواب، وأمد الله في عمره وحفظه ورعاه ذخرا وسندا ومرجعا للبحرين وأهلها. بالنسبة للمكتب الفني، الحقيقة دائما مجلس التعاون دائما نشكر الأمانة العامة كذلك على هذه المبادرة، نتمنى مزيدا من الأمور المشابهة. المكتب الفني الحقيقة هذه جزء من كثير من توجهات ونشاطات مجلس التعاون، والبحرين دائما هي يعني الهدف والمطلب، وهنيئا للبحرين لأن البحرين ما شاء الله تتميز بالخدمات الممتازة وتتميز بالتسهيلات الرسمية السهلة وتتميز بجميع
تطلبات المرافق العامة وإنجازها على أكمل وجه وإسنادها وحفظ حقوقها. فهذه اللي حبيتها أعلقها، وهذه المكتب موجود من السبعينات ولكنها الحين دخل ضمن القانون. فهذه بادرة وهذه من إحدى البوادر، ودائما مملكة البحرين سباقة في الأعمال التي تربط مجلس التعاون وتعزز وضعه. وفي هذه المناسبة نتمنى لمجلس التعاون كل التوفيق والنجاح، وأن يربط قلوبنا وأهدافنا واستراتيجيتنا الإقليمية، وأن يحفظنا من كل تدخل مضر بمصالح الوطن والإقليم. وهذا هو أهم أهداف مجلس التعاون، وإن شاء الله سدل الله على طريق الخير خطانا. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال الزايد تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وللأخ علي العرادي مقرر اللجنة. طبعا بداية بلا شك تقرير اللجنة تناول أهمية واختصاصات هذه الاتفاقية، والتي احنا ايضا نفخر ان يكون ايضا مقرها في مملكة البحرين، وان شاء الله تحقق هذه اللجنة اعمالها واهدافها، تحافظ على مكتسباتها الحالية وايضا اهدافها المستقبلية. نشأتها كانت من 1971 وتدرجت في هذا العمل، وهذا فعلا نماء وتطور في وحدة دول مجلس التعاون الخليجي. في الواقع طبعا نشكر الأخ الوزير على جهودهم في وزارة الاتصالات إن شاء الله فيما يتعلق في دعم هذه الأهداف التي يعني نبتقيها من وراء تأسيس هذه اللجنة. حبيت معالي الرئيس من ضمن اختصاصات عمل اللجنة ذكر أمرين، يليت يطلعنا معالي الأخ الوزير على مسألة ماذا سيتم العمل في هذا الشأن وما هي الحاجة. ذكر فيما يتعلق تحديدا في الاتصالات السلكية واللاسلكية وأيضا الأجهزة والمعدات، أن يتم في هذا المجال التقني والتكنولوجي أن يتم إعداد الدراسات والأبحاث الداعمة لتخصص اللجنة في هذا المجال. فما أوجه الدراسات والبحوث التي يتم الاستعداد لها لأخذ الأهداف الاستراتيجية المقبلة في عمل اللجنة. أيضا تم الذكر أن يتم تطوير التشريعات المرتبطة في هذا القطاع الهام الذي عملت عليه دول مجلس التعاون، خاصة أنهم قاموا بتأسيس الشبكة الربط دول مجلس التعاون بشبكة الإنترنت، أيضا يعملون على مسألة الأمن المعلوماتي بالنسبة لدول مجلس التعاون وغيرها من الأمور التي تحققت في هذا الجانب أو المراد تحقيقها. بلا شك هناك بعض التشريعات التي توجد الحاجة للعمل عليها، فحبيت أن احنا نعرف أين التشريعات التي فعلا من الواجب أن يتم السعي لها أو التي تعمل عليها الوزارة حاليا لتحقيق هذا الأمر. شكرا معالي الرئيس. هل من راغب في الكلام بالنسبة للموضوع؟ إذا ما في، قبل ما يتكلم سعادة الوزير، بس أنا حتى أيضا يجيب على هذا السؤال. يعني أولا يسعدنا أن يكون معالي الوزير محمد بن ثامر الكعبي معنا اليوم، ونشكر على حضور اجتماعنا. بخصوص هذه الاتفاقية وهذا المكتب، يعني أنا بس اللي حبيت إذا ممكن يعطينا يلقي إضاءات على مهمات هذا المكتب. كما نعلم جميعا بأن قطاع الاتصالات وقطاع تقنية المعلومات قطاع يتطور، ما أقول بشكل سنوي ولكن بشكل يومي، ولذلك صار العالم كله ودول العالم يعني تتسابق لكي تقتني تلك التطبيقات التقنية. واليوم مثل ما نسمع أن هناك الذكاء الاصطناعي، واللي فعلا لحد الآن كثير من الدول قاعدة تبحث شلون نستفيد منه وشلون نتجنب مضار أيضا، لأن كل استفادة وراها مضار.
أنا سؤالي إلى سعادة الوزير، ما أريد أطول، هل هذا المكتب معني بتتبع التطورات في هذا المجال بحيث أنه يقدم نصائح واستشارات إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وبالتالي يحاول أيضا أن يعمل نوع من التكامل بين هذه الدول في تبنيها لكثير من التطبيقات اللي احنا أيضا حريصين عليها في كل في مجموعة دول المجلس؟ يعني حبيت أعرف ما هو دور هذا المكتب في مساعدة الدول في تطبيق كل ما هو نافع ومفيد في هذا المجال، وبالتالي يعني حبينا بس أنه يلقي لنا إضاءة عليه، لأن فعلا هذا المكتب موجود من السبعينات، من 71 ولحد الآن، ولكن أنا أعتقد اليوم مهمته تغيرت. بالسبعينات لم يكن تقنية المعلومات موجودة، فهل الآن نطاق مسؤولياته توسعت نتيجة التقدم الهائل والكبير في هذا المجال؟ فتفضل سعادة الوزير. شكرا لك الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا شاكر ومقدر لمجلسكم الموقر دعمكم الدائم لكل ما تتقدم به وزارة المواصلات والاتصالات من اتفاقيات تصب في مصلحة ودعم قطاع الاتصالات. بالنسبة للمكتب، مثل ما تفضلوا سعادة الأخوة النواب، أنه موجود في البحرين بشكل فعلي، يعني كان لجنة من بداية السبعينات، ثم تشكل على أساس أنه يكون مكتب فني في منتصف الثمانينات. وجوده مهم جدا، ويمكن الدور الرئيسي اللي يلعب هذا المكتب هو ينصب في الآتي. المكتب مختص بوضع الخطط المتعلقة بالطيف الترددي، ومثل ما نعرف أن الطيف الترددي هو يشمل الترددات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في قطاعات شتى في دول مجلس التعاون، سواء تلك المتعلقة بالملاحة البحرية، الملاحة الجوية، وأيضا في وسائل الاتصالات بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين. فدوره أنه يضع الخطة بالتنسيق مع الجهات المنظمة في دول المجلس، وبالتالي يتقدم بهذه الخطة بحيث أنها تكون متسقة مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، وأيضا تكون منظمة. أيضا الدور الآخر اللي يلعبه هذا المجلس أنه أيضا يراقب عملية التردد الطيفي، ويتأكد من عدم وجود تدخلات ضارة بالنسبة إلى الموجات الراديوية من الدول المجاورة أو من دول خارجية، على أساس يضمن سلامة هذه الترددات وحسن استخدامها وقدرتها على تقديم الخدمات بصورة جيدة. أيضا المكتب معني بالتشاور مع دول المجلس وتوحيد المواقف في حالة المشاركات الدولية. فعلى سبيل المثال، لما رشحنا احنا في مملكة البحرين في عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات، كان أيضا هذا المكتب داعم بتقديم المشورة وبتقديم النصح وبتقديم أيضا الطريقة لتشكيل الائتلافات اللي ممكن أن هي تدعم موقف البحرين في مثل هذا الاتحاد، وأيضا الدول الأخرى في المجلس تلجأ إلى المكتب للاستفادة من الاستشارات العامة. فهناك في توحيد للمواقف الدولية عن طريق هذا المكتب بالتشاور مع الجهات المعنية في دول المجلس. فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية اللي يشكلها قطاع الاتصالات، ومثل ما تفضلت معاليكم أن قطاع الاتصالات يتطور بشكل سريع، فلا شك أن المكتب أيضا يقوم بإعداد دراسات استشارية تواكب هذه التطورات. فعلى سبيل المثال، ما يتم مناقشته في الاتحاد الدولي للاتصالات وأيضا في اللجان الفنية والمؤسسات الفنية في دول المجلس، لا شك أن المكتب يقوم أيضا بدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه. على سبيل المثال، هناك الآن في زخم كبير بالنسبة حق الذكاء الاصطناعي، فهناك في دراسات استشارية بالنسبة حق هذا الموضوع على وجه الخصوص. يعني احنا من ضمن الخطة السادسة لقطاع الاتصالات ايضا موضوع الذكاء الاصطناعي والحاجة الى وضع سياسة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. فمثل ما انت عارفين، يعني الذكاء الاصطناعي مثل ما هو يقدم مميزات كبيرة، ايضا في هناك تحديات كبيرة يجب انها توضع لها الحوكمة
المناسبة على أساس أن ضبطها وعدم خروجها عن ما هو يعود بالنفع يعني على الدول المستخدمة. فهناك في تحديات تتعلق أخلاقياً باستخدام هذا الذكاء الاصطناعي، في هناك أمور تتعلق بالحياة الاجتماعية، في هنا أمور تتعلق بالأمن الوظيفي اللي ممكن يشكله الذكاء الاصطناعي من تهديد. فهذه الأمور كلها يتم دراستها، ويتم أيضا النظر في وضع السياسات والآليات اللي ممكن أن هي تساعد الدول في أن هي يعني تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل محكم وبشكل لا يسبب ضرر للآخرين. هناك أيضا ما يتعلق بحماية البيانات، أيضا في هناك دراسات كثيرة تتعلق باستخدام الجيل الخامس من الاتصالات وما بعد الجيل الخامس. مثل تعرف احنا حاليا نستخدم الجيل الخامس، والبحرين من الدول المتقدمة في هذا النطاق ليس فقط على مستوى الخليج إنما على مستوى العالم، وقدرنا احنا نغطي مملكة البحرين بشكل كلي، ونسعى الآن ان احنا نروح لل 5.5G وإن شاء الله على الجيل السادس أيضا من الاتصالات. بالنسبة لحماية البيانات أيضا نعمل مع المنظمة التعاون الرقمي الموجود مقرها في الرياض، بحيث أن دول المجلس والدول الأعضاء الأخرى توفر آلية بحيث أن البيانات هذه تم حمايتها وتم توفير تخزينها في الأماكن أخرى ممكن أن هي اللجوء لها لو تعرضت البيانات إلى أي نوع من المخاطر أو التهديد. فالمكتب للأمانة يقوم بدور كبير، ودوره محصور في أنه يقدم الاستشارات الفنية، ويظل أن السيادة يعني متروكة عند الدول اتخاذ ما تراه مناسب بحيث أنه يتوافق مع سياساته ومع استراتيجيات الموضوع في قطاع الاتصالات. شكرا. شكرا على التوضيح. الحقيقة يعني تباعا لما تم إيضاحة من أن هذا المكتب له دور كبير الحقيقة في الارتقاء بمستوى تبني التقنيات الحديثة والجديدة. وقبل أسبوعين أو ثلاثة يمكن الاتحاد الأوروبي وضع إطار إلى موضوع الذكاء الاصطناعي بحيث يوحد جهود جميع هذه الدول ومحاولة وضع سياسات معينة للاستفادة منه من جهة، وأيضا تجنب مضارة من جهة أخرى. والحقيقة أشار الوزير إلى نقطة أيضا مهمة، ألا وهي الأمن السبراني أيضا، وهذا أيضا موضوع اليوم يهدد يعني كثير من المواقع، خاصة المواقع المهمة والحساسة في جميع الدول. ولذلك هذا أيضا يجب أن يكون موضع اهتمام هذا المكتب. فنرجو إن شاء الله أن يكون دور هذا المكتب أكبر مما كان في السابق، وأن يقدم النصيحة والتوصيات إلى دول المجلس، وإن شاء الله يعني أن يكون مقر في البحرين إن شاء الله سينال كل التسهيلات كما تعودت البحرين أن تقدمها لكل من تحتضن على أرضها الطيبة. الأخ جواد إذا في إضافة شيء. شكرا سيد الرئيس. الشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسا وأعضاء، والشكر أيضا إلى الأخ المقرر. سيد الرئيس، التصديق على مثل هذه الاتفاقيات يعكس في الحقيقة الإنجاز الكبير والمكسب الهام إلى دول الخليج العربية. سيد الرئيس، هذا في الحقيقة يدل على مكانة مملكة البحرين على جميع الأصعدة، ويعكس أيضا الدور الكبير والفعال للمملكة، وهذا يركز مبدأ التعاون التي جبلت عليه الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأنا أعتقد يعني أن السلطة التشريعية بغرفتيها تبارك وتؤيد وتدعم
مثل هذه الاتفاقية، ويأتي هذا من منطلق الأهداف المشتركة والرسالة الواحدة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، بل هذا الدور الفعال أيضاً يسعى إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات للوصول للوحدة الخليجية والاتحاد بين دول الأعضاء. شكرا سيد الرئيس. الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ أغلبية موافقة. من فضلك تقرأ مواد المشروع. المسمى، توصية اللجنة الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على مسمى المشروع كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. شكرا معالي الرئيس. تفضل. الديباجة، توصية اللجنة الموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على الديباجة كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. المادة الأولى، توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. المادة الثانية وهي مادة إجرائية، توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. المادة الثانية، الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة. أغلبية موافقة. تحبون ناخذ الرأي النهائي اليوم؟ طيب خذي رأي المجلس نداء بالاسم لو سمحتي. شكرا معالي. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة السيدة جلال بوبشيت، سعادة الشيخ أحمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد العريب، سعادة الدكتور بسام المحمد، سعادة السيد جمال فخرو، سعادة السيد جمعة الكعبي، سعادة الدكتورة جميلة سلمان، سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، سعادة السيد جواد الخياط، سعادة السيد جواد عباس، سعادة السيد خالد المسقطي، سعادة السيدة دلال الزايد، سعادة السيد رضا فرج، سعادة السيد صادق الرحمة، سعادة السيد طلال المناعي، سعادة السيد عادل المعاودة، سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، سعادة الدكتور عبد العزيز أبل، سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، سعادة السيد عبد الله النعيمي، سعادة الدكتور علي الحداد، سعادة السيد علي الشهابي، سعادة السيد علي العرادي، سعادة الدكتور علي رميحي، سعادة السيد فؤاد الحاجي، سعادة الدكتورة فاطمة الكهجي، سعادة السيدة لينا قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي، سعادة الدكتور هاني ساعاتي، سعادة السيد هشام القصاب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح. موافق. موافقة بالإجماع. إذن على أخذ الرأي النهائي، الموافقون على الرأي النهائي. أغلبية موافقة. شكرا أخ علي. شكرا مع سعادة الوزير. مشكور. الله يسلمك. أخوان وأخواتي، ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان وجمال محمد فخرو والدكتورة جهاد عبد الله الفاضل ودلال جاسم الزايد والدكتور بسام إسماعيل ابن محمد.
تفضلي دكتورة. معالي الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضلي. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل بن محمد. يتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد. نصت المادة الأولى على إضافة تعريف مقاومة الميكروبات للمضادات للمادة الأولى من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018. أما المادة الثانية فقد اختصت بإضافة مادة جديدة برقم 98 مكرراً تتضمن وضع خطة عمل وطنية بشأن الاستراتيجية والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات ووسائل تقليل استخدام المضادات ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة لها وآليات نشر الوعي للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة ووضع آليات لقياس مدى الالتزام بها وتدريب العاملين الصحيين ورفع قدراتهم بهذا الشأن. وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات، فقد جاءت فكرة الاقتراح بقانون متوافقة مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصاً على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديداً على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة لمقدرتها في البقاء على قيد الحياة والنمو رغم استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تفقد فعاليتها فتصعب معالجة العدوى بها، بل ويتعدى ذلك ليكون العلاج مستحيلاً فينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة. فمصطلح مقاومة مضادات الميكروبات يعني قدرة الكائنات المجهرية مثل البكتيريا والفيروسات وبعض الفطريات على وقف تأثير الأدوية المضادة للميكروبات عليها مثل المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، ونتيجة لذلك تفقد العلاجات المعيارية فعاليتها وتستمر العدوى وقد تنتشر إلى الآخرين. إن مقاومة مضادات الميكروبات تمثل مشكلة صحية عامة عالمية متفاقمة تهدد العلاج الفعال لعدد من الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات، ومن ثم يصبح علاج المرض صعباً ومكلفاً، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 700 ألف إلى عدة ملايين حالة وفاة تنتج سنوياً عن المقاومة المضادة للميكروبات، ولا تزال تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة يصاب ما لا يقل عن 2,800,000 شخص ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ويموت ما لا يقل عن 35,000 شخص سنوياً نتيجة لذلك. ووفقاً للتقديرات العالمية، فمن شأن المقاومة المضادة للميكروبات أن تتسبب ب 350 مليون حالة وفاة إجمالية في العالم بحلول عام 2050. وبحلول ذلك الوقت فإن عدد الوفيات السنوي سوف يتجاوز 10 ملايين سنوياً. لذا اتخذت منظمة الصحة العالمية إجراءات جادة لاحتواء مشكلة مقاومة الميكروبات في المؤتمر العالمي الوزاري الأول لمقاومة الميكروبات والذي عقد في هولندا في عام 2014، حيث أكدت على ضرورة إنشاء هيئة وطنية لتنسيق سياسات استخدام المضادات في إطار سياسة دوائية وطنية مع انتقاء قوائم الأدوية الأساسية التي تقوم على العلاجات المختارة. وقد أقرت منظمة الصحة العالمية في مايو من عام 2015 خطة عمل عالمية للتصدي للمشكلة المتزايدة المتمثلة في مقاومة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات، وكان الهدف من تلك الخطة هو ضمان استمرارية العلاج الناجح والوقاية من الأمراض المعدية بأدوية فعالة وآمنة تكون مضمونة الجودة وتستخدم بطريقة علمية معتمدة.
وقد صدر إعلان مسقط في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى والذي عقد في عام 2022 حول مقاومة مضادات الميكروبات وتسريع إجراءات الصحة الواحدة حول مقاومة المضادات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ونتج عن هذا الإعلان توصية بشأن إنشاء إطار عالمي لنظام يرصد مقاومة مضادات الميكروبات ويشمل جميع جوانب الصحة الواحدة وتأمين إدراج مقاومة المضادات في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. فهناك توجه جاد من جميع دول العالم لوضع خطط وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتفعيل هذه الخطط للوصول إلى النتائج المطلوبة. وبتاريخ 31 يوليو من عام 2023 أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً توعوياً عن مقاومة مضادات الميكروبات بهدف نشر الوعي بكيفية التعامل الصحيح مع المضادات الحيوية، وذلك تجسيداً لالتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الصحة والسعي للتصدي لهذه الظاهرة. ويتضمن الدليل شرحاً تفصيلياً حول مفهوم الصحة الواحدة وكيفية تأثيرها على صحة الفرد، وهو مفهوم يعمل على تحقيق التوازن بين صحة البشر والحيوانات والنباتات وبيئتهم المشتركة، حيث أن صحتهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض. هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع مستويات مقاومة المضادات الميكروبات قد يعيق التقدم نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك التي تركز على الصحة والرفاهية والحد من الفقر والأمن الغذائي والبيئة والنمو الاقتصادي. وهذا يؤكد ضرورة وضع خطة عمل وطنية شاملة ووضع الاستراتيجيات والسياسة العامة التي تساعد القطاع الصحي في المملكة على القيام بالدور الفعال في مكافحة مقاومة الميكروبات، وعن طريق التشريعات الملزمة للجهات المختصة بالعمل على تقنين استخدام المضادات الحيوية واتخاذ آليات لنشر الوعي للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع لمنع تفاقم المشكلة. بناء عليه تم صياغة هذا الاقتراح بقانون لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد حياة الإنسان على مستوى العالم، والتي تتطلب منا سرعة الاستجابة لتتوافق مع الإجراءات المتخذة على مستوى العالم للتصدي لها. وجاء ذلك متوافقاً مع ما انتهجته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في تشكيل تحالفاً رباعياً رسمياً تم إعلانه في عام 2023 لتعزيز التنسيق العالمي وتعزيز التعاون المشترك بين هذه القطاعات. وقد حدد التحالف الرباعي المقومات والعوامل الأساسية لدعم الجهود العالمية لمجابهة هذه الظاهرة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء والمستشار القانوني، وفي ضوء ذلك خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للأسباب التالية. أولاً، سد الفراغ التشريعي في قانون الصحة العامة النافذ. ثانياً، التوافق مع النداءات الدولية والإقليمية المشار إليها سابقاً. ثالثاً، دعم جهود وزارة الصحة في تطبيق التوصيات العالمية الخاصة بمقاومة الميكروبات وإلزام المؤسسات الصحية باتباعها. رابعاً، تقليل الآثار الصحية الخطيرة جراء مقاومة الميكروبات للمضادات على صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. خامساً، نشر الوعي لدى العاملين الصحيين وتدريبهم ورفع قدراتهم بشأن التعامل مع مقاومة الميكروبات للمضادات، مع التأكيد على نشر الوعي لدى المجتمع لتعرفهم بمدى الخطورة المترتبة على مقاومة الميكروبات للمضادات. سادساً، رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مبدأ جودة الحياة في مملكة البحرين. سابعاً، تقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذه الميكروبات عن طريق تقليل المضاعفات الصحية والوفيات الناجمة عنها. معالي الرئيس، أقرأ التوصية ولا؟ أي نعم. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل محمد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام الدلار رئيسة اللجنة، تفضلي. شكرا معالي الرئيس،
وصبحكم الله بالخير جميعا. الحقيقة أنه هذا الاقتراح من الاقتراحات المهمة جدا، هذا الاقتراح بقانون، وحبيت أنه أعطي نبذة عن هذا الموضوع بشكل مبسط للتعريف بأهميته، ليس كما جاء، لأنه الاقتراح عندما كتب جاء بطريقة يعني لا أستطيع أن أقول أنه هي مفصلة، وإنما سأعطي تفصيل آخر بالنسبة للموضوع. عادة مقاومة المضادات تنشأ نتيجة لتغير المواد الوراثية في الميكروبات مع الوقت، هذا جدا مهم، وتصبح هذه المضادات غير ناجعة لعلاج حالات العدوى التي تتزايد بالطراد. ما يثير القلق عالميا هو ظهور ما يسمى بالجراثيم المستعصية والمسببة لحالات عدوى يتعذر علاجها بالمضادات الحيوية المتاحة لدينا اليوم. في عام 2019 حددت منظمة الصحة العالمية 32 مضاد حيوي قيد التطوير السريري. حاليا لا توجد مضادات حيوية جديدة في العالم، فمنظمة الصحة العالمية حددت 32 مضاد حيوي قيد التطوير السريري، 6 منها مبتكرة. يتواصل أيضا بشكل متزايد فقدان مفعول المضادات الحيوية في ظل انتشار الأدوية على الصعيد العالمي، وستصبح مستقبلا الإجراءات الطبية مثل زراعة الأعضاء، العلاج الكيميائي للسرطان، وبعض العمليات الجراحية مثل استبدال مفصل ورك أو الركبة، وهذه العمليات الكبيرة ستصبح يعني أكثر خطورة بسبب عدم أو بسبب مقاومة البكتيريا المضادات الحيوية. عدا عن التغيرات التي تطرأ على المواد الوراثية في الميكروبات، فإن المقاومة للمضادات الحيوية تظهر عند إساءة استخدامها أو الإفراط في استعمالها، بالإضافة إلى ضعف الوقاية من العدوى والأمراض ومكافحتها في مرافق الصحة العامة، وضعف الحصول على وسائل التشخيص العالية الجودة، وانعدام الوعي وعدم إنفاذ التشريعات. مثل بسيط أنه أي أحد يجي عنده شوي بلاعيم أو كذا رأسا يطلب مضاد حيوي، ولكن إجراء تشخيصات دقيقة تبين أنه هل هو يحتاج فعلا إلى مضاد حيوي ولا يحتاج إلى مضاد إلى الفيروس أو إلى مضادات أخرى. فلوحظ في العقدين الماضيين ارتفاع معدلات مقاومة حالات العدوى البكتيرية الشائعة على مستوى العالم، حيث أصبحت التدابير العلاجية للعديد من الأمراض معرضة للخطر، بما في ذلك مرض السل. دكتورة جهاد الفاضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول للأخت العزيزة مقررة اللجنة الدكتورة جميلة سلمان، صاحبة الفكرة الرئيسية في هذا المقترح، وهي خير من يعلم بهذا الموضوع من الجانب الطبي والعلمي. بس معالي الرئيس، بداية لابد من التأكيد أننا بمناقشة هذا الاقتراح بقانون نضع التدابير التشريعية لمواجهة المخاطر لا سمح الله، ولا نريد أن نسبب هلع أو فزع للمجتمع أو لمن يتابع الجلسة. طبعا مثل ما قامت وزارة الداخلية مشكورة بتفعيل المنصة الوطنية للحماية المدنية، والتي تساهم بتحقيق الوعي المجتمعي لمواجهة الأخطار المحتملة وتعزيز السلامة العامة للجميع، فأيضا مجلسكم الموقر يعني تعتبر هذه مبادرة من المجلس في سن هذا القانون، والذي يعتبر إجراء وقائي لحماية المجتمع من الأخطار الصحية المحتملة. اسمح لي معاليك أن أقتبس من تقرير مدير عام منظمة الصحة العالمية هذه الجملة، حيث قال في التقرير أن مقاومة مضادات الميكروبات تقوض الطب الحديث وتعرض حياة الملايين للخطر. وفي تقرير آخر، توفي أكثر من 1,000,000 شخص عبر العالم بسبب عدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية. وبالتالي نجد أن هذا الموضوع مقلق، ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي، وأعتقد أن هذا الوقت المناسب لسن مثل هذا القانون.
من خلال أيضا مرئيات وزارة الصحة نلاحظ أننا وهم أيضا متفقون على المبدأ وعلى ما يهدف له هذا التشريع. وجدت في مرئيات وزارة الصحة أن هناك قرارات وزارية حسب ما ذكروا، ولكن يعني ردنا عليهم أن تحصين الإجراءات بتشريعات وقائية بيكون له ثقل أكبر من الاعتماد على القرارات. أضم صوتي للأخت المقررة كما جاء في التقرير وللأخت رئيسة اللجنة أن يعني أعتقد أن هذا الموضوع لا يتوقف على التشريع فقط، وإنما لابد من تكاتف الجميع، وزارة الصحة والمجتمع المدني أيضا، بأن يعني نضاعف من حملات الوعي المجتمعي، وهذه نقطة جدا ضرورية، بترشيد صرف واستخدام المضادات الحيوية وتقليلها قدر الإمكان. عندي بس استفسار إذا ممكن لممثلي وزارة الصحة عن مدى رقابتهم على صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وهل هناك رقابة صارمة في هذا الموضوع، وهل يعني تم رصد مخالفات؟ كذلك حبيت أعرف إذا توجد مراجعة من الوزارة لأثر المضادات الأكثر استخداماً من قبل المرضى في البحرين، وشكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً. قبل أن نسترسل في إعطاء طالبي الكلام، يطيب لي باسمي واسمكم جميعاً أن نرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة كلية الحقوق في جامعة المملكة، معربين لهم عن التقدير والثناء لحرصهم على التعرف على اختصاصات ومهمات المجلس والاطلاع على آلية العمل في المجلس. ونؤكد بأن زيارات طلبة الجامعات للمجلس من شأنها تنمية المعرفة وتعزيز الوعي لديهم بالدور والمسؤوليات التي يقوم بها المجلس في النهوض بشتى مجالات التنمية والنهضة بمملكة البحرين من خلال سن القوانين والتشريعات، متمنين لطلبة جامعة المملكة دوام التوفيق والنجاح، فأهلا وسهلا بكم في مجلس الشورى. هاني الساعات. عفوا. شكرا معالي سيدي الرئيس. بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير، وأشكر مقدمي الاقتراح الذي طبعا أراهنا فعلا هو اقتراح مهم من حيث الهدف والمبدأ، ولكن أراه أيضا هو متحقق على أرض الواقع، والأخوة في منتسبي الحكومة الموقرة بصفتهم سلطة تنفيذية في الصحة العامة على علم ذلك، وهم طبعا يستطيعون الاسترسال أكثر في هذا الموضوع. بلا شك هذا الموضوع جدا مهم، يعني من ضمن منجزات القرن العشرين، أهم منجزات القرن العشرين هو اكتشاف المضادات الحيوية على يد السير ألكسندر فليمينغ العالم والطبيب الاسكتلندي. طبعا هذه الثورة العلمية أنقذت الكثير من الأرواح بسبب التهابات بكتيرية يعني كانت تؤدي إلى حياتهم للخطر. كفكرة، استخدام المضادات الحيوية المفرطة طبعا تسبب نوع من، نستطيع نفسره، تغيير في الشفرة الوراثية للبكتيريا، ما تجعلها طبعا تكون أكثر مقاومة، لا تستجيب لأي علاجات دوائية، وهذا طبعا راح يأثر سلبا طبعا على الحياة، على إطالة الإقامة في المستشفيات، وأيضا على استحصاء العلاجات التي نقدمها في للمرضى. طبعا هذا الموضوع له أبعاد مجتمعية، صحية، اقتصادية أيضا. إذا ننظر إلى طبعا مقدار الإنفاق الذي يصبح، يعني الإنفاق والخسائر السنوية على علاجات المرضى اللي يعانون من بكتيريا المقاومة للبكتيريا عالميا، تقريبا يقلل من الدخل القومي العالمي حوالي 1 تريليون دولار،
وهذا راح يصل إلى في 2050 إلى 3 تريليون دولار. الاتحاد الأوروبي والدول الاقتصادية المتطورة أيضا تنفق حوالي تقريبا 28 بليون دولار سنويا. أنا أتكلم عن سنويا، لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة تكمن في عدم وعي المجتمع أم في عدم وعي مقدمين الخدمات الطبية؟ أنا أرى معالي سيد الرئيس مجتمع البحريني مجتمع واعي، لا يأخذ أي دواء بدون لا يسأل عنه، لا يصرف أي دواء بدون ما يدخل في تفاصيله ويسأل أكثر من طبيب. شكرا جزيلا. تفضل أي دكتورة. يعطيكم ألف عافية، شكرا معالي الرئيس. أنا بس يعني بس أضيف إلى تفضلوا بأصحاب السعادة بعض النقاط المهمة يمتوضح اللي المداخلات اللي تفضلوا بها، لأنها فعلا تثري النقاش وتعطي الرأي الآخر. طبعا النقاط المهمة اللي حبيت أركز عليها هي مثل النقطة الأولى تفضلتها دكتورة ابتسام، اللي هي نقطة جدا مهمة. في نفس الوقت اللي هي ترتفع فيه نسبة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، هناك قلة والشح في المضادات الحيوية الجديدة. لما نتكلم عن شيء راح يصير إن شاء يعني نتكلم على 10 سنوات، نتكلم اليوم في جميع المستشفيات وليس في مملكة البحرين فقط، حتى على مستوى الخليج والعالم، في حالات مصابة بميكروبات لا توجد لها مضادات حيوية، وهذا جدا جدا نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي تفضل بها الدكتور هاني اللي هي الوعي، هل هو الوعي للعاملين الصحيين أو وعي المجتمعي؟ احنا نحتاج إلى الاثنين على حد يعني على درجة من الأهمية. العاملين الصحيين لأنه راح يعملون على نقطة التشخيص، وصف العلاج المناسب للمدة المناسبة بالجرعة المناسبة. بالنسبة للوعي المجتمعي مهم جدا، مثل ما تفضل دكتور هان، احنا ما شاء الله مجتمع البحرين مجتمع فعلا واعي ومثقف وعنده أسئلة، بس هو الوعي بكيفية حتى استخدام المضاد لما يوصف أو عدم استخدام المضاد بغير وصفة من أخ أو من جار أو من أخ يعني أو صديق صاد نفس الالتهاب في نفس الفترة فيعطيه المضاد ويستخدمه، هو على درجة من الوعي. احنا نحتاج ان احنا هذه نركز عليها هذه الجهود. النقطة الثالثة واللي هي مهمة يمكن ما ذكرناها احنا في التقرير، بس هذه أعتقد ترجع لبعض الأرقام اللي تفضل بها الدكتور هاني الساعاتي. هناك موضوع الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية يؤثر على الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة جدا، وطبعا مملكة البحرين ما بتكون يعني بتكون بعيدة عن هذا الموضوع. النقاط اللي راح تركز يعني هذا الاقتصاد العالمي شلون ممكن يأثر، في نقاط عدة مهمة. تكاليف الرعاية الصحية متزايدة، لو مناقش احنا تكاليف الصحة الآن ولا قبل 10 سنوات ولا 20 سنة بيشوفونا فعلا متزايدة بطريقة مضطردة، والميكروبات المصاحبة للمضادات الحيوية والالتهابات اللي تسببها مكلفة بدرجة عالية، فيها إطالة للبقاء في المستشفى والوفيات، فهذه تكلفة جدا عالية. فقد الإنتاجية، فقد الإنتاجية جدا مهم. يعني احنا بالنسبة للاقتصاد العالمي، تقارير منظمة الصحة العالمية 2014 عندها الأرقام تقول 100 مليار دولار سنويا يفقد لهذا الموضوع. بالنسبة للإنتاجية لما أحد يكون يصيبه ولا أي أحد عامل في أي قطاع صحي، فاحنا نتكلم بالنسبة لنشر البنك الدولي فإن في عام 2016 هناك خسارة إجمالية تقدر بما يصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول 2050 لهذا الموضوع بس فقط. شكرا جزيلا. الأخ فؤاد الحاجي تفضل. شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمين الاقتراح. سيد الرئيس، هذا الاقتراح يعني يعيد بنا الذاكرة إلى سنتين 2019 أو أكثر أو 3 سنين، يعني لما عرفنا كيف لما الفيروس يتطور وتصير عنده مناعة وقوة لمقاومة المضادات وش يفعل في بلد. خلنا ناخذ على مستوى البحرين، يعني احنا لولا التوجيهات سيدي جلالة الملك والإجراءات الاستباقية لسمو صاحب السمو الملكي ولي العهد
لاحتواء هذه الأزمة. شفنا أزمة كورونا وش سوت فينا، فيروس واحد مو بس فينا وفي العالم كله، إنما يمكن لخفف عنا إحنا الإجراءات الاستباقية وجهود حكومة سيدي جلالة الملك، إلا احتوت الموضوع وبعده في بداياته. لكن دعم الملك والحكومة الرشيدة للمؤسسات والضخ الأموال، والله كان إحنا لوين بنوصل؟ يعني مؤسسات بتفلس صغيرة ومتوسطة، أصحاب أعمال، أصحاب دكاكين، عائلات، لكن الحمد لله كله تخطينا وبسبب فيروس. يعني لما جاء هالاقتراح وضع كل التفاصيل، يعني كل التفاصيل وضعها، المفروض اليوم على المسؤولين دق ناقوس الخطر. يعني المشكلة اللي نعاني منها، يعني نعاني منها العالم كله، لكن سيد الرئيس في بعض بلدان المتقدمة ما يصرف أي مضاد حيوي بدون وصفة طبيب، في البحرين أي صيدلية روح له أي واحد بس أعطني هالطبيب، أعطني هالماركة الفلانية، أعطني هالماركة الفلانية من المضاد الحيوي. فهل هذا صحيح سيد الرئيس؟ يعني وين الرقابة؟ يعني تكلم الرقابة على العاملين في المجال الصحي عن صرفهم للمضادات الحيوية، والمضادات الحيوية تباع في ال في ال في في الصيدليات بدون أي وصفة، وهذا ما يحدث إلا في بلداننا إحنا. وثانياً حتى وصف المضادات الحيوية لما يكون طفل صغير يعاني من أمراض موسمية بسيطة، يعني وصف المضاد الحيوي لطفل ما تجاوز عمره السنتين أو ثلاث، وين مقاومة الجسم؟ وين الجهاز المناعة في الجسم؟ كيف يقاومه؟ كيف يتطور؟ إذا الطبيب بس ثلاث سنوات بلاعيم التهاب بسيط مثل ما قالت الدكتورة ابتسام، أو أمراض موسمية بسيطة، حالا مضاد الحيوي. لما يكبر هذا ويحتاج لمضاد حيوي في عملية جراحية، أصبح جسمه متعود. مسامح سيد الرئيس على هالمضادات، وأصبحت ما تفيده. فأنا مع الاقتراح وتشديد إلى أن يصدر في قانون تشديد الرقابة من وزارة الصحة على العاملين في المهن الطبية بالنسبة لصرف المضادات الحيوية وبيعها بدون وصفة في الصيدليات. شكرا جزيلا. الدكتور علي الحداد تفضل. شكرا سيدي مع الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة وإلى الأخت الدكتورة جميلة السلمان المقررة، وأيضا يسرني أن أرحب بممثلي وزارة الصحة. سيدي مع الرئيس، المضاد الحيوي هو مادة أو مركب يقتل أو يثبط نمو الجراثيم، وتنتمي المضادات الحيوية إلى مجموعة أوسع من مركبات المضادة للأحياء الدقيقة، وتستخدم لعلاج الأخماج التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة. ومعنى الأخماج هو اجتياح الجسم بكائنات حية إمراضية وتكاثرها فيه، وهو باللغة الإنجليزية يسمون infection، وأحداثها أعراضا مرضية خاصة بها. وقد يشمل الخمج عدة كائنات حية في نفس الوقت ويسمى بالخمج المشترك،
بما في ذلك البكتيريا والفطريات والطفيليات. والمضاد الجرثومي كان أول من وصفه جون تيندل في إنجلترا عام 1875، ومع ذلك لم يحظى عمله باهتمام كبير من الأوساط العلمية حتى اكتشاف ألكسندر فيلمينغ للبنسلين عام 1820. وسيدي مع الرئيس، لا يكاد اليوم يوجد شخص حول العالم لم يتعاطى المضادات الحيوية لعلاج بعض الأمراض. ففي سنة 1928 تم اكتشاف العقار السحري من قبل طبيب بريطاني ألكسندر فيلمينغ، ليصبح فيما بعد أحد أكثر الأدوية الناجعة، وذلك عن طريق الصدفة البحثة بعدما عاد من سفره ليتفقد مزرعة البكتيريا التي وضعها بمختبره، يجد أنه نسيها بالخارج، وعند تفقدها وجد هالة بيضاء تقوم بوقف انتشار البكتيريا، ليكون بذلك قد اكتشف أول مضاد حيوي والذي اطلق عليه اسم البنسلين. واستنتج فيلمينغ أن الفطر الذي نما هو فطر البنسيليوم بنسيليوم نوتاتوم، ويحتوي على بكتيريات تنتج مادة كيميائية قاتلة للجراثيم، أطلق عليها اسم البنسلين. واختبر فيلمينغ هذه المادة الكيميائية ووجد أنها قادرة على قتل أنواع مختلفة من البكتيريا وليست سامة للإنسان أو الحيوان. وفي سنة 1941 تم استخدامه على المرضى، وأثبتت النتائج أن هذا العقار في غاية الأهمية خلال المحاضرة التي ألقاها فيلمينغ أثناء تسلمه لجائزة نوبل في الطب سنة 1945. أشار بشكل مبكر لأحد الأخطار الكبرى التي قد تجعل من هذا الاكتشاف عقارا غير ذي جدوى. أبدأ فيلمينغ حينها قلقه البالغ من إمكانية تطوير الجراثيم لميكانيزمات مقاومة تجعلها منيئة ضد البنسلين. تبين فيما بعد أن قلق فيلمينغ سيصبح أحد أكثر المخاوف والتحديات التي ستواجه الإنسانية في مجال الطب والبيولوجيا. فبعد عدة عقود فقط من الأعمال المخبرية الأولى على المضادات الحيوية، أصبحت البكتيريات مقاومة بالفعل، وعادت الالتهابات التعفنية تشكل تحديا من جديد. وخلال المحاضرة التي ألقاها فيلمينغ أثناء تسلمه لجائزة نوبل بأن مقاومة المضادات الحيوية عندما تتغير البكتيريا كرد فعل استخدام هذه الأدوية، وهذا يضر بقدرتنا على معالجة الأمراض المعدية ويقوض العديد من أوجه التقدم التي تحققت في مجال الطب، وتصبح البكتيريا وليس البشر مقاومة للمضادات الحيوية، إذ أن هذه البكتيريا يمكن أن تصيب البشر والحيوانات، والأمراض المعدية التي تسببها أصعب في العلاج من الأمراض التي تسببها البكتيريا غير المقاومة. ونشرت منظمة الصحة العالمية في الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية خطة عملها العالمي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، التي حثت فيها الدول الأعضاء على التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات عن طريق تحسين الوعي والفهم بمقاومة مضادات الميكروبات من خلال التواصل والتعليم والتدريب على نحو فعال وليس حظرها، حيث دعت منظمة الصحة العالمية بلدان الإقليم والشركاء ومن ضمنهم وكالات الأمم المتحدة ووزارات الصحة والزراعة والمنظمات غير الحكومية والمهنيين في مجال الصحة البشرية والحيوانية وغيرهم إلى الانضمام إلى الحملة والدعوة إلى الاستعمال السليم والآمن للمضادات الحيوية. سيدي مع الرئيس، انطلاقا من هذه المقدمة التي سردتها، أرى أن حقيقة هذا المنتج من الدواء يكتنفها الغموض من حيث النفع أو الضرر في استخدامه، وأن نفعه أقرب من ضره، حيث لا يزال يستخدم حتى هذه الساعة إلى الآن وأكثر من 150 سنة. فلا أرى ضيرا في مواصلة استخدامه في مستشفياتنا وعياداتنا، وأن الاقتراح بقانون بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018 والذي تقدم به مجموعة من أصحاب الصحة الأعضاء أراه مجديا. مشكور على كل. الدكتور محمد علي حسن.
شكرا معالي الرئيس، وأقدم شكري إلى لجنة الخدمات على تقريرها العلمي في هذا المجال، وكذلك إلى مقدمي هذا الاقتراح المهم. في الواقع هذا الاقتراح الذي يبتغي تعزيز الإجراءات الوطنية في مكافحة الميكروبات والاهتمام بموضوع المضادات. بينت الدكتورة جميلة سلمان في مداخلتها أن هذا الموضوع في الواقع موضوع عالمي مقلق بشكل كبير، لأن الميكروبات أصبحت منتشرة وتضر بكثير من الدول، وبعض الدول الآن أصبحت متضررة سياحياً واقتصادياً وقلت الإنتاجية فيها بسبب انتشار هذه الميكروبات التي أصبحت تفتك بالإنسان في مختلف المجالات. أنا عندي ملاحظة فقط تتعلق برد وزارة الصحة المذكور في التقرير. أفاد إذا تسمح لي أقرأها معالي الرئيس الواردة في تقرير اللجنة، أفاد ممثلو وزارة الصحة أنها تتفق مع الاقتراح بقانون المعروض من حيث المبدأ، إلا أن القرارات الموجودة تواجه الأمراض السارية وتؤدي الغرض نفسه، ولا توجد مشكلة في الأداة التشريعية، لكن المشكلة تكمن في التطبيق السليم ونشر الوعي وتنفيذ القرارات لتناسب ما تتطلبه منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والأقليمية ذات الصلة. إذا كانت وزارة الصحة تتفق مع الأداة التشريعية وتقول أن لديها قرارات، لكن من ناحية أخرى تعترف أن هناك في مشكلة في التطبيق ومشكلة في نشر الوعي، إذن ما الذي تقوم به وزارة الصحة الآن في هذا المضمار؟ هل لديها برامج لنشر الوعي؟ وهل لديها برامج؟ أنا أريد أسمع هذا الأمر من الأخوان الموجودين في وزارة الصحة. هل لديهم فعلا مشكلة في التطبيق السليم ونشر الوعي تجاه الميكروبات وتجاه المضادات التي أصبحت غير قادرة على مواجهة هذه الميكروبات؟ شكرا معالي الرئيس. في ملاحظة أخرى أيضا إذا تسمح لي، ذكر في التقرير أن هناك في دليل خليجي لمكافحة هذا المجال، هل يتم الاستفادة منه من قبل وزارة الصحة في هذا المجال أم لا؟ شكرا معالي الرئيس. شكرا شكرا جزيلا. الأخت جلال بوبشيت تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، وشكرا لمقدمي المقترح، وشكرا للجنة برئيستها وبأعضائها بمقررتها. شكرا على المعلومات القيمة وشرح التوجهات العالمية ومنظمات العالمية لهذه القوانين وضرورة محاربة المضادات الحيوية اللي فعلا قامت تطلع لنا أمراض أو متحورات لأمراض موجودة، صارت صعب أن الواحد من غير المضادات أنه هو يقاوم هذه الأمراض وهذه الفيروسات أو هذه البكتيريا. معالي الرئيس، جسم الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق معه جهاز مناعي قوي متكامل قادر على أنه يواجه خطورة الميكروبات أو الكائنات الدقيقة من فطريات، من بكتيريا، من فيروسات وغيرها. لنوجه التركيز على أو جهودنا على رفع الجهاز المناعي هذا. كيف ممكن أن إحنا الجهاز المناعي ممكن أنه يقاوم هذه الأمراض؟ ونقول بدون مضادات، أو نقول تخفيف المضادات الحيوية واستخدامها المفرط اللي قاعدين إحنا قاعدين نسمعه، إن مجرد إن الواحد تصيده أعراض بسيطة إنفلونزا موسمية، احتقان، يتوجه مباشرة إلى الطبيب أو يتوجه لصيدلية، وممكن إنه هو يطلب المضاد اللي هو متعود عليه، وبمجرد إنه هو يطلبه ويدفع جيمته راح يحصل عليه بدون أي رقابة. أو أن بعض أفراد العائلة يقولون لك هذه والله المضاد ممتاز واستخدمته وتستخدمه وهذه الأعراض كلها بتروح عنك ولا تطول فترة الإنفلونزا أو الاحتقان هذا. فلو أن إحنا نزيد الوعي بضرورة تعزيز الصحة العامة للإنسان وأيضا رفع قدرة الجسم والجهاز المناعي على محاربة هذه الميكروبات وهذه الكائنات،
وخصوصا للأطفال، الأطفال صارت مقاومتهم بشكل ملحوظ أنهم ما قاعدين يقدرون يقاومون المرض من غير مضاد حيوي. فليش إحنا وصلنا لهذه المرحلة؟ أولا لازم الأخذ بالأسباب في الدرجة الأولى. عندنا أكل صحي، نمط صحي غذائي لازم التركيز فيه. عندنا مجموعة من الخضروات، الفواكه، الأعشاب اللي ممكن إن هي تساعد في التخفيف من أعراض المرض، ما نقول الوقاية، نقول الوقاية من الأعراض الشديدة لهذه الأمراض أو تخفيف الأعراض عقب الإصابة. شفنا في جائحة كورونا الفريق الوطني الطبي ما قصر في نشر الوعي لكيفية الوقاية من الإصابة من المرض، وشفنا كيف إن هذه التوجه وهذه الحملات التوعوية فعلا صار لها أثر بالغ في الحد من الانتشار هذه الجائحة أو هذا الفيروس. فلما يكون الإنسان سليم، أكله سليم، يمارس نشاط رياضي ويكون في روتينه اليومي نشاط رياضي، ممكن أنه يتعزز مقاومته أو تتعزز مقاومته ضد الأمراض، الأمراض الطبيعية العادية. الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل اليدين وغيره، دخول المستشفيات، الأماكن المزدحمة بالكمام. ليش الواحد ما يلبس كمام إذا هو خايف من عدوى معينة أو عنده بعض البوادر أنه هو ممكن يكون مريض أو أعراض؟ فلبس الكمام هذا يقلل من نسبة إصابته أو أنه هو يعادي غيره إذا كانت عنده أي أعراض. تقليل الاختلاط في أماكن العمل، في المدارس، أثبتت يعني قدرتها على تقليل وتقليل الإصابة بالأمراض المعدية والموسمية. فنتمنى من وزارة الصحة أن هي ترفع الوعي بضرورة أن الجسم عنده جهاز مناعي، لكن لازم بمجهود شخصي أن الواحد يعزز مناعته، يقوي صحته بالأسباب الكثيرة اللي ترفع من الجهاز المناعي. وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا الشكر موصول لرئيسة وأعضاء اللجنة، وطبعا قبل ذلك شكر إلى العاملين في المجال الصحي من أطباء وكوادر طبية والذين نفتخر فيهم طبعا في مملكة البحرين، وتحية كذلك لأعضاء هذا الكادر من أعضاء مجلس الشورى. معالي الرئيس، طبعا الهدف كما أوضحت صاحبة المشروع ومقررة اللجنة هو إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات وغير ذلك مما أتى من أهداف. طبعا وزارة الصحة في ردها أفادت بأنه من حيث المبدأ الوزارة تتوافق مع القانون، ولكن يوجد لديها قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية تؤدي إلى نفس الغرض. والسؤال هنا، إذا كانت هذه اللوائح موجودة، هل نحتاج إلى أن نفرد مادة في القانون؟ نعم، نحتاج إلى أن نفرد مادة في القانون. وحسنا فعل مقدمي المقترح بأنهم ابتداء وضعوا تعريف من ضمن المادة الثانية المعنية بالتعريفات، وبعد ذلك خلصوا في الفصل 26 الأحكام العامة بوضع مادة 28 مكرر التي يعني أفردت إلى جهود الوزارة وما تقوم به لتحقيق الهدف الوارد في التعريفات. وبالتالي فإن كان هذا الأمر موجود في قرارات أو لوائح تنظيمية فلا ضير أن ينص عليه القانون، خاصة وأن ذلك يستجيب مع يعني خطة وطموحات مملكة البحرين، ويستجيب كذلك إلى أن البحرين دولة فاعلة في منظمة الصحة العالمية، وهناك توجه من منظمة الصحة في هذا الموضوع. البحرين طول عمرها سباقة في هذا المجال سواء على مستوى الإقليم أو حتى على مستوى مبادراتها فيما يتعلق بمنظمة الصحة. أمر أخير معالي الرئيس، يعني دورنا أكيد كمشرعين أن نخلص إلى ملاحظة ما هي التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى إفراد مواد، تحتاج إلى أن تكون أكثر تخصصا.
صحيح بأن القرارات الوزارية في قانون عام مثل قانون الصحة العامة هي محل تنفيذ، والبحرين أكيد ضمن خططها الوطنية تقوم بذلك، ولكن لا غير أبدا أن يكون لدينا مواد في القانون نفسه بها تعريفات مفصلة لكي لا يكون هناك يعني سوء في استقراء هذا التعريف. يعني هناك تعريف، أعتقد هذا التعريف لست مختصا وأشكر من سبقني من المختصين يعني أدلوا بدلوهم، أتصور بأن هذا التعريف هو تعريف دقيق جدا، وبالتالي عندما يفرض القانون مادة 28 مكرر وتضع الخطة أو تضع الوزارة المعنية أو الجهات المعنية بتنفيذ القانون الصحة العامة خططها، فإنها ستستند على تعريف موجود في قانون أصلا. وبالتالي أضم صوتي لمن سبقني بأهمية هذا المشروع وأدعو مجلس الموقر الموافقة عليه. شكرا. شكرا جزيلا. الأخوة في ممثلي وزارة الصحة، ممكن دكتورة؟ شكرا معالي الرئيس، شكرا لأصحاب السعادة وأعضاء اللجنة وزميلتي وزميلة الدراسة الدكتورة جميلة سلمان. لا شك أن هذا الموضوع ما أعتقد أن في أحد فينا يختلف أنه مهم جدا، ونتفق معكم، وبل من أولويات المنظومة الصحية في مملكة البحرين، وأولوياتنا تتماشى مع أولويات منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الصحية أو العالمية اللي تداولت هذا الموضوع، وما زلنا احنا قاعدين نمشي في شلون نوقف موضوع مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. لذلك تم إدراج هذا الموضوع على أولويات الفريق الوطني لمكافحة الأمراض السارية، وكذلك على في لجنة كما ذكرتم في لجنة نهج الصحة الواحدة. وكما تعلمون أن لجنة نهج الصحة الواحدة ترأسها وكيل الوزارة لأهمية هذه اللجنة، ومعانا في هذه اللجنة كافة القطاعات في المملكة واللي لها ذات صلة بهذا الموضوع. وتم من خلال هذه اللجنة تحديث الاستراتيجية اللي احنا قاعدين نتبعها عشان نقاوم مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، ونزيد الوعي للاستخدام الأمثل للعقاقير سواء كانت من قبل الناس أو من قبل الطاقم الطبي. رداً على سؤال الدكتورة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، نعم فعلاً هناك متابعة ومراقبة للوصفات الطبية من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولا بد من وجود وصفة مكتوبة للمضادات الحيوية. أما بالنسبة لسؤال سعادة الدكتور محمد علي، هل هناك خطة استراتيجية؟ نعم هناك خطة استراتيجية وتم تحديثها مؤخرا، وفيها عدة محاور في هذه الاستراتيجية، وأول محور في الاستراتيجية فيها أهداف، والأهداف كلها تصب في زيادة الوعي سواء كان زيادة الوعي للطاقم الطبي أو للناس. ما أدري إذا زميلي دكتور عادل سعد مستشاري إذا يبي يضيف أي شيء ثاني. شكرا. طبعا احنا نحب بداية نشكر أعضاء اللجنة، الموضوع جدا مهم في منظومة الصحية. نفس ما تفضل سعادة الدكتورة سامية، المنظومة الصحية تقيم هذا الموضوع كواحد من أهم الأولويات على مستوى المملكة طبعا، حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية. احنا يمكن التعليقات والنصائح طبعا اللي ذكرت من أعضاء الشورى جدا مهمة، وأنارت أيضا يعني بعض المعلومات اللي كانت موجودة عندنا وأضافت إلينا طبعا بالنسبة اللي ذكروا الأعضاء. في كان بعض المواضيع حتى في التقرير اللي رفعته اللجنة لما طلعنا عليه، احنا كان رأينا ان هناك يعني الموضوع او موضوع القرار محقق على ارض الواقع من خلال وجود اللجنة او الفريق الوطني للأمراض المعدية، وأيضا من خلال تشكيل لجنة نهج الصحة الواحدة اللي يعتبر فريق تقني آخذ على عاتقه أنه يحدث، وبالفعل تم تحديث الخطة الاستراتيجية لمقاومة المضادات الحيوية، وإحنا أيضا في طور تطبيق وتنفيذ ومتابعة تنفيذ
الخطة الاستراتيجية. الخطة الاستراتيجية بتكون محتوية على الوعي والتوعية، وهي الكثير من الأعضاء المحترمين يعني أصحاب السعادة ذكروها، والتوعية بتكون إلى جهتين، إلى العاملين الصحيين بمختلف درجاتهم، الأطباء الممرضين وعلى مختلف المستويات، سواء في المؤسسات الحكومية الصحية الحكومية والمؤسسات الحكومية الخاصة أيضا. وأيضا الوعي اللي بعد تم ذكر أهميته في الكثير من الأعضاء إلى الناس أو المجتمع بصورة عامة. فهناك عمل جاري، الهدف القانون أو هدف التعديل واقعا نحن كمؤسسة أو كمنظومة صحية، وزارة الصحة إضافة إلى الجهات الأخرى، والجهات الأخرى المعنية يمكن أيضا عندنا الثروة الحيوانية ممثلة في نهج الصحة، وزارة البلديات، الهيئة البيئة ممثلة أيضا، وعندنا أيضا الثروة الحيوانية، الثروة النباتية والبيئة، كلهم ممثلين وهم كلهم معنيين بهذا الموضوع الهام. وهذه تعتبر لجنة تقنية أخذ على عاتقها القيام بالدور المطلوب، واللي الجميع هني مشكورا أكد على أهميته. نرى أن العمل جاري وقائم على هذا الموضوع في جميع على جميع المستويات، بالتوجيهات والملاحظات اللي ذكرت من قبل سعادة الأعضاء المحترمين. والأمر يعني في النهاية احنا نتفق على أهمية الموضوع جدا، ونكرر أن نتفق، ونعتقد أن العمل جاري، الأدوات التنفيذية التشريعية موجودة في قانون الصحة العامة الحالي، القرارات الوزارية موجودة، وبدأنا العمل الميداني واقعا، مو بدأنا حق استمرينا في العمل الميداني. طبعا دكتورة جميلة كانت موجودة في العمل، وإحنا مستمرين في العمل وتحديث هذا العمل، وأعتقد هاي يعني في النهاية بنستمر فيه، سواء يعني بهذا القانون أمانة أو بالأدوات التشريعية الحالية الموجودة اللي نعتقد أنها موجودة لدعم ما نقوم به حاليا. شكرا سيدي الرئيس. شكرا جزيلا على هذا النقاش العلمي المتميز. احنا بس نقول لأخواننا في وزارة الصحة، ترى عندنا دكاترة متخصصين، الدكتورة جميلة، الدكتور أحمد، الدكتور ابتسام، الدكتور هاني، الدكتور أحمد ذكرنا، فلما يكون النقاش بين مختصين في هذا الجانب فعلينا أن نصمت يعني. والحقيقة أن احنا يعني نشوف أن في توافق بين الأخوان في وزارة الصحة، ونشكر جهود وزارة الصحة على كل جهودها، والجسم الصحي عموما في البحرين. وهذا حقيقة يعني احنا في البحرين بدعم جلالة الملك وسمو ولي العهد وصلنا إلى مستويات، وأكبر مثل لما جاءت جائحة الكوفيد-19، يعني البحرين أصبحت مثل للعالم. فبعض الأوقات حتى هذه الأوبئة يعني هو يمكن الوباء الوحيد اللي وحد العالم حوله. فلذلك الحمد لله تعدينا هذه المشكلة، وإن شاء الله مثل ما قالوا الأخوان ليست إثارة هلع، ولكن لمزيد من تقديم مثل هذه الخدمات، حتى نكون دائما كما كانت البحرين في الماضي والحاضر نموذج يحتذى. مشكورين إخواني في وزارة الصحة، وإن شاء الله هذا مشروع قانون سيذهب، وسيبقى النقاش معاكم إن شاء الله مستمر لما يحقق الغرض المطلوب منه. اقرأي التوصيل لو سمحتي. إن شاء الله. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخره، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل البن محمد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم.
الإخوان الموافقون على جواز النظر في المقترح بقانون؟ أغلبية موافقة. شكرا دكتورة، وشكرا على جميع المتداخلين. ولم يبقى في جدول أعمالنا إلا تقريرين للشعب البرلماني، هذا للعلم، لعلمكم الكريم. وإذا ما في شيء ما يستجد من أعمال فنستودعكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في الاجتماع القادم. وبهذا نرفع الجلسة.